كان شعب مصر امبارح لم يتنكد، وعلى فكره لم يرى عضو في النادي برغم مشاكل تعرضت لها امبارح. مفيش عضو في النادي، بعض المشاكل من بعض الموتورين اللي مصممين ان انا اشغل لهم قناه قطر الارهابيه هنا، قلت لا ومش عايزك تنتخبني، مش عايزك، ازعل طاق مش مشكلتي. مش ممكن نادي اسمه نادي الوطنيه وشغل الاعوان الاهلي مصر كلها في مداخله تليفونيه مع احمد موسى، القناه العميله دي ما تخشش ومحدش يشوفها، وابقى مشغلها جوه نادي الزمالك واستمعوا ليه صوت الصوت بس من غير كل الناس عارفين طبعا ما كان حد موجود، شغلت الصوت. وبعض الاعضاء بقى مضايقين ومزعلانين وازاي واصل ايه، ولا سمعت من فوت منين مصر يعني.